السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شوفوا شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، واليوم جاتكم بخبر جديد. خبر اليوم خبر صادم جدا، جريمة قتل بحق عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو، والأغرب من هيك اللي قتلها هو زوجها، كيف وشلون وليش؟ تفاصيل كلها بالفيديو، فخلوكم معي. بداية رح نبدأ إنه زوجها سافر ب 20 يناير إلى اسطنبول، ورجع على اسطنبول ب 28 يناير وكان حاجز تذكرة رجوع إلى اسطنبول، يعني من اسطنبول حجز تذكرة ذهاب لبيروت وكمان عودة لاسطنبول ب 28 يناير في الضبط، يعني قبل 4 أيام أو 5 ايام. بالليل رجع فيه على بيروت، تاني يوم بعد الساعة 12 بنص الليل خنق زوجته وراح هرب على اسطنبول بتذكرة الطيران اللي كان حاجزه. وبعد ما وصل لاسطنبول كان اخذ معه تليفونه واوراقه الثبوتيه والذهب وهالقصص هي سيرقن منه بعد ما قتله. طبعا فتح الفيسبوك تبعه وصار يستخدمه، وبنفس الوقت حكى مع اخته للضحيه وقال لها انه انا ما كان قصدي اقتل اختك. طبعا هي ان قتلت خنق، شي الا انا خنقته ونحن عم نتشاجر لشغله، وشي الا فتت ولقيتها مع واحد تاني وكانت جريمه شرف او قصة شرف، شوي الا هيك وشوي الا هيك. طبعا هالكلام قال لها عبر تسجيل صوتي، واهل البنت اعتبروا هالتسجيل اكبر دليل على انه زوجها هو القاتل. فالحكومة اللبنانية ومحامي الضحية طلبوا من الحكومة اللبنانية انه يبعت ورقة طلب للشخص هاد، ويوصلوا ورقة الطلب هاي للحكومة التركية لحتى الحكومة التركية تمسكه عن طريق تذكرة الطيران وتبعته للجهات اللبنانية. طبعا زوجها كان له سوابق كتيرة، مرة كان اطلق النار على جيرانه، وكانت زوجته هي من تكفلت باخراجه من السجن ودفع الضرائب للدولة وللناس اللي تضرروا. وبنفس الوقت له سوابق انه كان يسرق مرته ويعنفه، وخاصة بعد ما تزوجوا بعشر شهور فقط كان في قصص تعنيف وضرب بينه وبين زوجته، يعني هالزلمة مو منيح ابدا. حتى ابوها للضحية قال انه كان في قصص تعنيف وضرب ومشاكل بين بعضهم، فانه ما بعرف شايفين منه كل هذا وكيف صبروا عليه كل هالوقت. وطبعا الضحية على كتر ما شافت منه تعنيف وضرب بفترة من الفترات اضطرت تخبر الامن وتطلب ورقة حماية منه، يعني تخيلوا خايفة منه وهو زوجها وعم تطلب حماية من الدولة. فعكلا هلا هي ماتت، البقاء لله طبعا. وبالنهاية اي شخص بيقتل هيك، اي شخص على كيفه لازم يتحاسب. طبعا نتمنى انه ينمسك هالقاتل هاد، لانه بما انه قتل مرة في يقتل كل مرة. فان شاء الله اي تحديث تاني عن هالقصة يا جماعة الخير رح تلاقوه عندي بالقناة، اذا ما حكيت عنه بفيديو رح احكي عنه بمنشور بالمنتدى، المنتدى تبع القناة طبعا بتلاقوه داخل القناة، بنشر منشورات كتير عليها، احيانا اخبار قصيرة ما بلحق اعمل فيديو عليهم، فبنشر بالمنتدى فيكم تروحوا وتشاركوا وتتفاعلوا هني. فهذا كل شيء كان عندي لليوم، بتمنى اكون وفيت بالشرح، فلا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.